تدريبات في كل المحافظات، والتدريب ده دوري يعني، خدوا تدريب هيبداوا اليومين الجايين تدريب اخر وتدريب مستمر. الوقت نفسه القصه في اثنين معلمين معقوله. المناهج اصبح يعني اصبح يعني المعلمين في مرحله الابتدائي دلوقتي عندهم حاجه كوميدي قوي، بيقول احنا الاهتمام باولى ابتدائي شيء وبقيه الصفوف الدراسيه شيء اخر. طبعا انا مش هتكلم على الكي جي 1 والكي جي 2 لان التلامذه اللي فيهم لا يمثلوا اكثر من 30% من اللي في هذا العمر. تمام. فانا مش قضيه عندي لان 70% من التلامذه المصريين ما بياخدوش حضانه. فانا اولى ابتدائي لا فيها نجاحات، فيها نجاحات فيها نجاحات، بدايه تجربه كويسه، بدايه تجربة. فيها سلبيات فيها سلبيات. يعني انت قبل ما تعمل النظام ده زي الدكتوره بتقول كان لازم تجيب معلمين. هو عنده تحدي بالنسبه للمعلمين يهلكك من الضحك، ايه هو؟ عنده 10% من المعلمين ما لهمش جدول. حلو المفاجاه دي؟ معلمين الدراسات الاجتماعيه ما لهمش جدول. معلمين القانون يعني ايه 10% ما عندوش جدول؟ زياده يعني زياده. معلمين فرنساوي، معلمين مواد تجاريه، دول اتعينوا في ايام الثورات ما لهمش جدول. 10% من المعلمين بدون جدول؟ بدون جدول. انا عندي بني سويف بس الف معلم دراسات ايوه ليس لهم جدول. وشعبة فرنسا وشعبة تونس، وفي الوقت نفسه عندي عجز من 15 ل 20%. طب بيعملوا ايه؟ دراسات اخرى بقى. ما بدون جدول دول بيعملوا بيقعدوا يمضوا يوم. في لحظه من الفترات قرروا ان هم يدوا مواد مختلفه ونعيد تاهيلهم مره اخرى. بيروح رافع قضيه في مجلس الدوله ويكسبها ويجي راجع تاني. جدوله حصتين اربعه، انما هو شخص ملوش جدول. شوفوا التحدي التاني بقى. ده كلام ده مهم، ده قضيه مهمه اللي انت بتقولها دي طبعا. طب حلها ايه دي؟ عملت فيها ايه؟ دي محتاجه قانون في التشريع في تطوير ان يشوف لهم حل. في الوقت نفسه هو عنده عجز 20% وبصفه خاصه 40 انت قلت كان